متجر طلاء توم. هناك مطاردة في مدينة السيارات. هاي يا صغار، هل تعرفون لماذا يطارد مات تايلر؟ تايلر قام بسرقة كل الحلويات. انظروا، إنه قادم مجدداً. تحرك رائع يا صغار. إنه يحاول الهرب، لكن مات قد حاصره. أحسنتم عملاً جميعاً. هيا تايلر، قم بإلقاء كل الحلويات التي معك. هذه الحلويات لشكركم على ما فعلتم يا صغار، لقد كنتم شجعانا جدا. لا شيء لك تايلر، أنت محظوظ أن مات لديه موعد في متجر طلاء توم، وإلا لقام بأخذك إلى مركز الشرطة. إلى اللقاء يا صغار. مرحبا توم، ماذا هناك؟ لقد تأخر مات على موعده؟ حسنا، هذا لأنه كان يطارد سارق الحلوى. هذا هو بالتأكيد بطل مدينة السيارات. مات يشارك حلويات السارق مع الجميع. هل لديك فكرة لتحول مات؟ فكرة رائعة توم، مات يناسبه التحول إلى روبن هود. ما اللون الذي ستستعمله لمات أولاً؟ هذا صحيح، اللون الذي في المنتصف سيكون مناسباً للطبقة الأساسية. نعم، ملابس روبن هود خضراء، يمكنك أخذ الرشاش الأخضر أيضاً. لنبدأ عملية التحول. المنظر يبدو غريباً، تبدو وكأنك نصف سيارة شرطة مات. لنضع اللون الأخضر. تبدو رائعاً روبن هود. الآن يلزمنا بعض التفاصيل. نعم، من الأسهل استخدام فرشاة للتفاصيل. إنك تعرف تفاصيل عملك جيداً توم. هل انتهينا من عمليات الطلاء توم؟ تريد أن تطلي شارباً لمات؟ أوه، عليك الطلاء بسرعة، يبدو أن هذه الفرشاة تدغدغ أنف مات. أوه، يرحمكم الله مات. أنت أيضاً توم. تريد أن تضيف بعض الإكسسوارات الآن؟
الخضراء تبدو تماماً مثل التي يلبسها روبن هود. ربما يحتاج حزاماً أيضاً. توم لديه إكسسوار أخير لك مات، وبعدها ستكون تماماً مثل روبن هود. هذا الصندوق شكله غريب توم، هل يمكننا رؤية ما بداخله؟ جميل، قوس وسهام. هاي مات، قبل أن تذهب وتريهم مظهرك الجديد، ربما عليك أن تتدرب على رمي السهام أولاً. لن تصوب على توم، أليس كذلك؟ أوه، تريد أن تتدرب بالحلوى. رمية جيدة روبن هود، عملية تحول مذهلة جديدة. شكراً توم، نراكم في المرة القادمة. مرحباً توم، ترتب علب الطلاء؟ مرحباً يا صغار، هل هذه مجلة ديناصورات عن جوراسيك وورلد؟ واو، ستشاهدون الفيلم؟ واليوم ستتحولين إلى تيرادكتر؟ جميل. يبدو أن توم جاهز للبدء. صغيرتي ليلي، الخطوة الأولى هي حماية عينيك بالنظارات الواقية. طلاء برتقالي، هذا للطبقة الأساسية بالتأكيد. أوه لا توم، يبدو أن اللون البرتقالي قد نفد. أوه شكراً صغيري توم. انتهينا صغيرتي ليلي، أنت برتقالية. ماذا الآن توم؟ أنف؟ أي نوع من الأنوف لدى تيرادكتل؟ أوه منقار، هذا مذهل. ماذا الآن؟ لم ننتهي بعد صغيرتي ليلي. بما أن تيرادكتل ديناصور طائر، خمني ماذا نحتاج الآن؟ هذا صحيح صغيرتي ليلي، أجنحة. تيرادكتل لديه شيء على رأسه يسمى قمة الجمجمة. تبدين مذهلة صغيرتي ليلي، هل هي جاهزة الآن توم؟ تريد أن تطلي أجنحتها بالأصفر حتى تبرز أكثر؟ انتهينا، هذا رائع. هل نسيت شيئا توم؟ الأقدام بالتأكيد.
الآن أنت جاهزة تماماً صغيرتي ليلي. يجب أن تكوني في فيلم جوراسيك وورد صغيرتي ليلي. تريدين أن تضيفي شيئاً لمظهرك؟ الآن الجميع سيعرف أنك ديناصور بنت. الصغير توم يريد أن يلتقط صورة مع الجميلة تيراداكتال. أحسنت عملاً توم، لديك عميل جديد سعيد. وداعاً جميعاً، نراكم في المرة القادمة. مرحباً كاري، ماذا ستفعلين اليوم؟ ذاهبة لمتجر طلاء توم؟ ممتاز، إلى أي شخصية ستتحولين؟ الخنزير بيبا؟ واو، أين توم؟ أوه، ها هو. لندخل إلى الداخل. ماذا سنفعل أولاً؟ سنرش كاري بالطلاء الوردي؟ حسناً! ممتاز! ما التالي؟ المزيد من الطلاء؟ هذا يبدو رائعاً! هي، انتظر! إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا تطلي؟ أوه، فهمت! إنها الابتسامة! والخدود الوردية، تماماً مثل الخنزير بيبا! ماذا نحتاج أيضاً؟ واو، هذا مذهل! هي، كاري، انظري إلى هذا! هل يمكننا وضعه على رأسك؟ هاتان الأذنان رائعتان! هل لديك أنف أيضاً؟ ماذا تحبين أيضاً؟ ذيل؟ هل لديك واحد توم؟ ممتاز! فكرة رائعة توم! لنستعمل هذا السلك! المشكلة الوحيدة هي أنه ليس اللون المناسب! هل لديك فكرة؟ طلاء رشاش وردي! ممتاز! يبدو تماماً مثل ذيل الخنزير! أوبس! كاري، هذا المكان خاطئ! استديري!
مذهل. واو، تبدين تماماً مثل الخنزير بيبا. هل نذهب لنري أصدقائك؟ إلى اللقاء توم، شكراً لك. هل أنت سعيدة كاري؟ احترسي من الطين كاري. أوه لا، الطين يملأك كاري. إنها الخنزير بيبا الآن. أوينك. مرحبا صغيري توم وصغيري جيرمي. انظروا، ها هما الصغير فرانك والصغير مات. إنهما يبدوان مثل تشيس ومارشال من دوريات المخلاب. واو، أعتقد أن الصغير توم والصغير جيرمي يريدان أن يعرفا أين قمتم بعمل هذا المظهر الجديد. متجر طلاء توم، لما لا ننطلق إلى هناك ونرى ماذا بإمكان توم أن يفعل لكما؟ مرحبا توم، الصغار لديهم سؤال لك. تريد أن تسأل صغيري جيرمي؟ ماذا عنك صغيري توم؟ تريدان أن تعرفا إن كان بإمكان توم تحويلكما إلى رابل وروكي من دوريات المخلاب؟ حسنا، ما رأيك؟ يمكنك فعلها؟ مذهل، لنبدأ العمل. أنت أولاً صغيري توم. ماذا سنفعل في البداية؟ تريد أن تطلي توم بلون الزي الرمادي تماماً مثل روكي؟ فكرة جميلة. هل تحتاج ألواناً أخرى؟ أخضر؟ حسناً توم، لنرى ذلك. تبدو مذهلاً صغيري توم، ماذا تحتاج أيضاً؟ مذهل، تبدو الآن ككلب حقيقي. هل ينقصنا شيء توم؟ واو، هل حان دور الصغير جيرمي الآن؟ أي لون
سنحتاج لزي رابل توم. بيج؟ حسناً توم، لنقم بذلك. هل نحتاج ألواناً أخرى؟ بني؟ مذهل! ماذا نحتاج أيضاً؟ خذ ترابل. يا صغار انتظروا، يبدو أن توم قد نسي أن يعطيكما شيئاً. علامة دوريات المخلاب بالتأكيد. تبدوان رائعان يا رفاق، هل هما جاهزان للعب مع بقية دوريات المخلاب الآن؟ أتمنى لكم وقتاً ممتعاً يا صغار. أحسنت عملاً توم، نراك لاحقاً.